في الدورة الخامسة عشر لمعركة فرس بمدينة الجديدة، غادي نبداو عروض الحلبة، ونبدأ بأول عرض وهو عرض الشركة الملكية لتشجيع الفرس لاسوغيك، وغادي نستقبلوا فارس من الفرسان المتميزين دريس كوربي اللي كيشتغل مع الخيل لسنوات طويلة واللي استقبلناه خلال دورات سابقة. الآن غادي نشوفوا نتيجة 6 أشهر من التحضير مع الخيول ديالو في عرض اختار له كاسم عرض الحرية. طبعا مجهود قيم كيقوم به وتعامل رائع مع الخيول، وغادي نشوفوا النتيجة. صفار دريس كوربي من فضلكم ومرحبا به. فليتفضل مشكور. Thank you.